يمكن من أهم الرسائل اللي موجودة في الفيديو ده للمصور الفلسطيني هو إنه كلمة أنا آسف أو الاعتذار هي حاجة بتتطلب جرأة، وبتتطلب إن الواحد يكون فعلا عنده الشخصية إن هو ياخد الخطوة الأولانية في تصحيح مثلا علاقة، أو إن هو ياخد الخطوة الأولانية في الاعتذار، ودي مش خطأ ولا جريمة. أنت رأيك إيه يا خالص. ياسمين؟ انا من رايي ان الناس لازم تربط ثقافه الاعتذار بالشجاعه وقوه الشخصيه. يعني الشخص اللي بيكون قادر يعترف بغلطه ويقول انا اسف، ده في وجهه نظري شخص جريء وشجاع جدا. احنا الحقيقه يمكن امبارح كان معانا كمان في صباح الورد دكتوره امل رضوان استاذ علم الاجتماع، كانت بتكلمنا عن الاخلاقيات والسلوكيات في يعني واحد من الكتب اللي هي كاتباها، وتحدثت عن مساله ان احنا ناخد نبادر بالخطوه الاولانيه، ودي حاجه من جزء من السلوكيات والاخلاقيات اللي مش بتفرق بس مع الشخص، بتفرق كمان مع المجتمع بالكامل. يعني انت عمرك في حد مثلا كنت حابه ان انت تاخدي الخطوه الاولانيه دي بص، مثلا؟ انا بعتذر يعني عدد 3 مرات في اليوم مثلا. يعني انا بحب دايما اول ما في احس اني السواقه ولا ايه؟ غلطانه، لا 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 لا، ما بعتذرش بقى على فكره في السواقه خالص، لا يعني هم المفروض يعتذروا لي على فكره. لا بعتذر طبعا لما بحس، اول ما احس اني ابتديت اغلط في حد او غلطت وكده ضميري بيأنبني قوي، فبحس ان انا عايزه اروح اقول انا اسفه. انت تحب تعتذر لحد؟ يعني اكيد طبعا، يعني زي ما مين بقول بقى؟ لك، بصي دايما السؤال ده لما بيتسأل يعني حتى في الفيديو تحس ان هو اول لما بيتسأل السؤال الناس بيبقى على طول عندها رد. يعني فانا لو قعدت من النهارده لبكره ان انا احاول الاقي الناس يعني انت بتهرب من السؤال، مش هلحق، ما انا بقول لك عايز مش تعتذر لحد؟ ده انا عايز اعتذر ناس كتير. طب ابتدي لنا لا بحد، لا لا، نعتذر ادينا ناس حد كتير. نعتذر له كده. عموما يعني هذا الموضوع هو مش مجرد، بس زي ما كنا بنتكلم ان هو مش مجرد حاجه نفسيه، لكن حاجه في المجتمع. وبشكر كمان المصور الفلسطيني مهند ابو رزق على المجهود اللي هو عمله. خلونا نتصل، او خلونا نستقبل اتصال من الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، ونتعرف منه اكثر عن ثقافه الاعتذار. صباح الورد يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا ازي حضرتك. يعني زي ما شفنا الفيديو، سؤال هل انت عايز تعتذر لحد؟ دايما الناس بتبتدي تجاوب على السؤال ده، وبتلاقي دايما حد ان هو يعتذر عنه. اهميه ثقافه الاعتذار ايه بالنسبه لحضرتك يا فندم؟ بص يا فندم، الاعتذار من شيء من الكبار زي ما بيقولوا كده، الاعتذار يعني معنى الشخصيه. يعني طبعا سيبك من الاعتذار قدام الكاميرا او في فيديو صغير، ولكن احنا بنتكلم على الحياه الواقعيه. لا يعتذر الا الشخصيه الناضجه. يعني احنا دايما لما بنيجي نميز الشخصيات بندي فيه عندنا سمه من جزء من الشخصيات بنسميها الشخصيه الناضجه، اللي هي القدره على التموج مع الاحداث والقدره على الاعتذار في حدوث الخطا. وده مش متوفر مع كل الشخصيات. يعني الشخصيه البرنوديه اللي هي التشككيه استحاله انها تعتذر، هي دايما شايفه نفسها هي الصح مهما حدث منها، او مهما حدث من الاخرين معاها، او حدث منها هي تجاه الاخرين، استحاله هتقدم او تبادر بالاعتذار ان هي دائما عندها الاحساس ان هي الصح. في انماط اخرى من الشخصيات الغير ناضجه استحاله تعتذر، ولكن الشخصيه الناضجه اللي دائما عندها الشعور بالذاتيه بتاعتها، عندها القدره على التموج مع الاحداث، عندها القدره ان هي تواجه المواقف حتى لو كانت عليها او ليها، فده بنقول عليه شخص ناضج. اذا هذا شخص القادر على تحمل المسؤوليات، القادر على النجاح في الحياه. طب يا فندم، تاثير ثقافه الاعتذار من الناحيه النفسيه على الطرفين، اللي بيعتذر والمعتذر ليه، يعني تاثيرها على الاثنين ايه؟ بص يا فندم، انت كنت بتتكلمي دلوقتي على سواقه العربيه. لو انت ماشيه بالعربيه بتاعت حضرتك وحد كسر عليكي جامد، انت بتبقي متضايقه جدا جدا. لو طلع ايده من العربيه وقال لك انا اسف، الموقف بالنسبه لك انتهى طبعا طبعا. ولكن اللي بيضايقك ان هو ممكن يقول يشوح بايده بقى، او حاسس ان يعني زي ما قلت لك الشخصيه بقى تشككيه، هو ما بيخطئش، فبالتالي هو شايف ان انت المخطئه، ده بيزود الغضب بتاعك، فبالتالي صح. المشكله ممكن تتفاقم بين طرفين. النهارده من ثقافه الاعتذار دي النهارده بتمهد لانهاء اي مشكله بين طرفين في لحظتها الاولى. طب يا فندم، يعني تاثير هذا الموضوع على الشخصيه نفسها، يعني
يعني لو حد قعد فتره يمكن عنده مشاكل ربما في العلاقات، ربما مشاكل نفسيه، مواجهه النفس و يعني اخذ المبادره في الاعتذار ازاي بيأثر على نفسيه الشخص نفسه وفي مستقبله؟ بص يا فندم، هنا بيبقى في حاجه اسمها السلام النفسي مع الذات. السلام النفسي مع الذات ان انا لما برضى عن مواقفي، برضى عن افعالي، بعتذر عن ما اخطات، هنا بيبدا نوع من الهدوء. خد بالك كل واحد فينا لما بحس ان انا مخطئ، انا مش مجرد قدامك جسم صامت، انا من جوايا في غليان، ان انا حاسس بالخطا، حاسس ان انت متضايق مني، حاسس ان فلان زعلان مني. كل ده بيأثر على الجهاز العصبي اللا إرادي. أنا عندي فيه جهاز شغال 24 ساعة في اللا شعور. الجهاز العصبي اللا إرادي ده شغال، أنا لا ما أقدرش أسيطر عليه، لأنه الأدرينالين بتاعي ابتدى يعلى، ابتدى الضغط يعلى، ابتدى السكر يعلى، ابتدى الصداع، ابتدى الزغلالة، ابتدى جفاف الحلق، ضربات القلب بتاعتي زيادة، معدتي، قولوني، كل الحاجات دي الناس ألم الظهر، ألم الرقبة، كل الحاجات دي الناس عمالة تشتكي منها وعمالة تروح لأطباء في كافة التخصصات. محدش فكر في السلام، السلام النفسي مع الذات. كل ما بيكون في سلام نفسي مع الذات، يعني لما قلنا الدك فلومينا او ظاهره البط اللي ناس كتير جدا قلنا المصريين كلهم بيعانوا منها والناس يعني يقول لك ازاي؟ لا، هي كلنا كده. طول ما انا بغلي جوه نفسي ان في خطا ما انا وقعت فيه، او ان انا مش راضي عن افعالي، او ان في سلوكيات معينه انا بخطا فيها مع الاخرين ومش قادر اعترف فيها او مش قادر اعتذر عنها، كل ده بيخليني في حاله غليان داخلي بيأثر عليا، اللي هي بيديني حاجه في يعني في تأثير من الألم النفسي على الألم الجسدي زي ما حضرتك كنت سايكوسوماتيك مانيفستيشن. ده اضطرابات معروفه يا فندم. السوماتيزيشن دي ان هي اعراض جسمانيه ناتجه عن التوتر النفسي الشديد. طب يا فندم، خليني اخد حضرتك من ثقافه الاعتذار لثقافه الشكر في تقرير هنشوفه مع بعض ونرجع مع بعض نعلق عليه.